أخبار اليوم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، معالي وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر ناصر، معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المرقبي، معالي رئيس اللجنة الاقتصادية الياباني مصر محمد المشتركة محمود العربي، معالي رئيس اللجنة الاقتصادية الياباني مصر المشتركة ساتوشي أوزاوا. أيها الحضور الكريم، صباح الخير. اسمحوا لي بداية أن أقدمكم نفسي. أنا اسمي يوسكي تاكاغي وأشغل منصب نائب وزير الاقتصاد والصناعة في اليابان. أود أن أعرب عن سعادتي الغامرة بإلقاء هذا الخطاب في حضرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار شخصيات في بلدينا التي تحمل على عاتقها منذ زمن مسؤولية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما أود أن أعرب عن عميق امتناني لغرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية جترو وكل من ساهم في تنظيم هذا الاجتماع الكبير على جهودهم الجبارة التي بذلوها. إن جمهورية مصر العربية تعتبر بلدا كبيرا يلعب دورا رئيسيا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، كما أنه البلد الذي يلعب دورا محوريا في الربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا اقتصاديا من خلال قناة السويس. ومن المتوقع أن يتجاوز تعداد السكان في مصر 100 مليون نسمة، مما يجعلنا ننظر له كسوق واعدة. كما أن النمو الاقتصادي قد يكون تأخر لبعض الوقت بسبب ما يسمى بالربيع العربي، إلا أن الاقتصاد يسير في طريق الانتعاش. كما بلغنا أن الحكومة المصرية تبذل كافة الجهود في سبيل النهوض بالاقتصاد عن طريق عدة مشاريع همها تطوير قناة السويس. وقد عمل البلدان على مر التاريخ على توطيد علاقات الصداقة التي تربطهما في شتى الميادين، ولعل أبرز معالمها مستشفى الأطفال التابع لجامعة القاهرة، كما شهدت السنوات الأخيرة زيادة في عدد الكبيرة في البلدين. فقد أجرى رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في شهر يناير الماضي زيارة رسمية لمصر، هذا بالإضافة إلى أن زيادة الاستثمارات من قبل الشركات الحاضرة اليوم في قطاعات مثل قطاع السيارات والأجهزة الكهربائية والمنزلية، وأيضا في قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وقد ورد في البيان المشترك الصادر عن قائدي البلدين يوم 29 أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أهمية تعزيز استثمارات الشركات اليابانية في تنمية حوض قناة السويس عن طريق تطوير أيضا قطاع الكهرباء والمياه وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة في اليابان بما يسهم في تعزيز التعاون بين البلدين. أما من جانبنا بوزارة الاقتصاد والتجارة، سنعمل على دعم جهود الشركات اليابانية من جميع النواحي استجابة لتطلعات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولتوطيد العلاقات بين حكومتي البلدين. أيضا من المرتقب توقيع مذكرة تفاهم بين الشركات اليابانية والمصرية، وإن توقيع على مذكرة التفاهم بهذا الحجم بين البلدين ما هو إلى ثمرة الجهود المبذولة من قبل المسؤولين في كلا البلدين بقطاع الأعمال وتصب في مصلحة توطيد العلاقات بينهما. وكلنا الدعاء بأن تتوسع أمام جميع المشاركين في هذا الاجتماع في المستقبل. وأود أن أضيف أن مساعي توطيد العلاقات بين البلدين لا تقتصر على حكومتي البلدين، وإنما تشمل أيضا الحوار أو المحادثات والتبادلات بين ممثلي القطاع الخاص. لذلك فلهذا المجلس الذي يجمع العديد من القيادات في القطاع الخاص دور مهم في تعميق التبادلات بين البلدين، ونحن نفكر في مواصلة دعم هذا المجلس والحوار والتبادلات بين أعضائه حتى يؤدي دوره بشكل سلس. وأختتم كلمتي بالدعاء بأن يسهم اجتماع اليوم في تعزيز العلاقات بين البلدين، والدعاء
بالصحة الجيدة والتوفيق لكل المشاركين. وبهذا أختتم كلمتي، شكرا جزيلا لكم على حسن استماعكم. شكرا جزيلا سيد تاكاغي.